بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل الفطير الدمياطي بحشو البزه. يلا بينا نسمي الله ونشوف معانا ايه ومكوناتنا ايه. ده كيلو دي هيعمل لي 4 فطيرات. عايزه تكتري عايزه تقللي براحتك. شويه ملح بسيطين خالص، حوالي من معلقه صغيره كده، وزيهم سكر معلقه برضو صغيره كده، وتقلب المكونات مع بعضها. الفطير سواء الحلو او الحادق ما بيتعجنش الا دقيق وملح وبس، شويه ميه بس، الميه تكون دافيه دافيه مش دافيه قوي يعني، عشان احنا بس في الجو البارد، لكن لو في الايام العاديه بنعجنها بميه عادي. هنعجنها معانا ونحط الدقيق ونحط الميه شويه بشويه. زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ما تكتريش ميه عشان ما تبقاش طريه معاكي، لا شويه بشويه. بعد ما عجنتها بالشكل ده على الرخامة وعجنيها تاني كويس من 5 ل 7 دقايق كده عشان تديلك نتيجة كويسة. عجنتها بالشكل ده، انا هسيبها ترتاح مش هتخمر، لان عشان هي ما فيهاش خميرة، لا انا هسيبها ترتاح عما نجهز الحشو بتاعها. نبدأ نعمل الحشوة بتاع الفطير ده. حتة فرخة مفرومة، بصل، طماطم، والجبنة. ناخد أول حاجة الفراخ على النار، شوية زيت ونعصجها. نزلت بالبصل زي ما انتم شايفين مع الفراخ بالشكل ده. اكل برضو الطماطم بالشكل ده والبهارات واسيبها تستوي. جهزنا الحشوة معانا، ادي الفراخ اهي عصقتها بالشكل ده، جبنا مزدلفة، جبنا شيدر، زيتون وفلفل اخضر، والسمنة طبعا معانا. العجينة اهي هقسمها، هقسمها لأربع فطيرات شايفين بالشكل ده. كيلو الدقيق بيعمل لك 4 فطيرات. ندهنهم بسمنه كده ونسيبهم ونبدا بقى نشتغل. حاجتنا كلها جاهزه معانا. عشان الفطير كله هيبقى بوسع الرخامة. نبدأ بقى نفرد فيه كده زي ما انتم شايفين، اكيد ايدي السمنة كل شوية. Thank you.
بتطلع الوسع من جوه لبره كده بالشكل ده. شايفين بتتفرد معانا بكل سهولة. كل شوية تدهن ايديك السمنة بالشكل ده. شايفين فردتها بالشكل ده. رققيها كل ما ترققيها كل ما تديكي توريقه احلى. ما تخافيش لو اتقطعت منك. شايفين كل ما تفردي كل ما تكبر معاكي. والطروف اهم حاجه الطروفه دي قشطه. لو عندك عادي ما عندكش خلاص تعمليها كده مع السمنه بتدي طعم حلو بالشكل ده. تاخدي الطرف ليه كده وتحطيه كده. وبالسمنه الطرف ده برضو حاولي تشد لبره كده عشان ما يبقاش حته تخينه وحته رفيعه معاكي. نجيب الحشوه بتاعتنا. النص كده حاولي ما تطلعش بره. شوية فلفل ممكن تحطي بصل برده. شوية زيتون. جبنة. جبنة شيدر. الشكل ده كده. جيب الطرف الثاني بالشكل ده. الطرف اللي قصاده ولو طيب انت كده هتبقى مربع انت عايزاها مستطيله تروح ده كده وده كده بالشكل ده. الشكل ده بقى مربع. الصينيه معانا مليانه سمنه اشتريها بالراحه كده اهو اهو خلاص. روحي قلبها على الوش بالشكل. بطفيها بقى اسويها في الصينيه كلها وادخلها الفرن وهوريكم تبقى ازاي. شايفين انا بطبط البيتزايه خالص في قلب الصينيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ولعت الفرن البلدي بتاعنا بتاع الغاز قبل ما تسخنه. احط بس على وشها شويه جبنه بسيطين. لو عندك فايل شويه بقى فلفل شويه زيتون تحطهم عليها عادي كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. مولع الفرن بتاعي والفرن سخن هدخلها زي ما انتم شايفين كده واسيبها تستوى. وكل شويه بلف الصينيه لحد ما تحمر وتستوى معايا من فوق ومن تحت. واحنا مع بعض هنشوف شكلها ازاي. عايزه اوريها لكم لما طلعت من الفرن شكلها ازاي. بس طبعا لسه سخنه. عايزه اوريها لكم لما طلعت من الفرن بقى شكلها ازاي ومن تحت ازاي. هقطعها لما تبرد بس شويه اقطعها واوريكم هيبقى شكلها من جوه ازاي. عايزه اوريكم بعد ما طلعت من الفرن.
والله.